سعيد ولد صغير من خلال المعرض العالم يمكن تتكلم على العالم الخاص ديالك مع الفن التشكيلي. نعم، التجربة في الحقيقة يعني كانت حبيسة الجدران كما يقال، لكن أنا أردت أن أتقاسم هذه التجربة مع الأحبة مع الأصدقاء الكرام، والنتيجة كما ترون. نعم، من خلال اللوحات المعروضة، العدد ديال اللوحات يعني من الحجم ديالها؟ العدد يعني ما بين المتوسط والصغير، هي تقريبا 27 لوحة مجموعة، ما بين انطباعي ما بين تجريبي، نحاول ما يمكن نزوجو ما بين هاد الاتجاهين، اختلاف على مستوى التقنيات وأساليب التلوين. نعم، وبالنسبه للتجربه ديالك يعني الفتره اللي كتشتغل فيها دابا على الفن التشكيلي، الفتره اللي يمكن جيتي فيها البدايه الفنيه ديالك، هذه تجربه خاصه بغينا نقاسموها الان الحكم للجمهور المتلقي هو اللي يمكن له يحكم على التجربه، نخليوها في هذا الموضوع. اذا هو اول معرض فني، اول معرض يعني بهذا الحجم، يعني كانوا معارض سابقه